اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين خلال زيارته لمقر حملة جسور الخير في قاعة الاتحاد بأم القيوين على جهود المتطوعين المشاركين في الحملة التي أطلقتها الدولة ممثلة في هيئة الهلال الأحمر وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية فبراير الماضي. صاحب السمو حاكم أم القيوين قام بجولة في القاعة شملت مختلف محطات العمل بدءا من عمليات إعداد الطرود وتجهيزها وصولا إلى عمليات التحميل، كما شارك سموه المتطوعين في إعداد الحزم الإغاثية والطرود الغذائية. أطلق سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه ويطول بعمره عدة مبادرات، وكان من أول المساهمين ومن أكثر المساهمين في هذه الحملة، وشارك شخصيا بوجوده وأحفاده في هذه الحملة، حملة جسور الخير التي انطلقت من دولة الإمارات إلى هذه الدول المنكوبة. اليوم نحن متواجدين في إمارة أم القيوين استمرارا لهذه الجهود، جهود جسور الخير، ونقوم في هذه القاعة بملء الطرود الغذائية والإنسانية التي ستذهب إن شاء الله في طريقها إلى هذه المناطق المنكوبة. اليوم زادنا شرف اهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد حاكم الإمارة وحضوره شخصيا مع أبنائه إلى هذه المبادرة والمشاركة فيها. هذا دعم كبير لنا ودعم لمتطوعينا ولموظفينا اللي هم يقومون بهذا العمل الإنساني. حملة برزت فيها جهود فرق العمل الرسمية والتطوعية في وقت سعت فيه الإمارات إلى إشراك كافة أطياف المجتمع من مؤسسات وأفراد للمشاركة والإسهام في هذه الحملات، سعيا لتعميق مفهوم العمل الخيري وترسيخه في المجتمع. وها هم اليوم سفراء لقيم التطوع والعطاء والتضامن الإنساني الذي يميز مجتمع الإمارات. حملة تعد امتدادا لمسيرة العمل الإغاثي الإماراتي ونهجا راسخا في مد يد العون والمساعدة إلى الدول المنكوبة والوقوف إلى جانب شعوبها خلال الأزمات والكوارث. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، أحمد الطنيجي، أم القيوين.